أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أينما كنتم تتابعوننا من داخل فلسطين أو من خارجها، في حلقة جديدة من برنامجكم حال السياسة. أرحب بكم وأرحب بضيفي في الاستوديو لهذا اليوم، دكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا وسهلا فيك أهلا دكتور. وسهلا، مرحبا. دكتور، عدت مؤخرا من سوريا وسمعنا لك تصريحات حول وضع اللاجئين الفلسطينيين، وأيضا لدعم الجهود من أجل توفير نصاب، أو دعوة أعضاء اللجنة أعضاء المجلس الوطني عفوا لحضور الجلسة، جلسة 14-15 الشهر الجاري. في تقرير عد الزميل إبراهيم أبو كبر حول ما جاء في زيارتك، وأيضا فيما يخص بيان الرئاسة الفلسطينية من أجل الضغط على إسرائيل من خلال المجتمع الدولي لاستخدام اللاجئين الفلسطينيين من الخارج. متابعة التقرير. أنهى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني زيارة جديدة لسوريا، قال خلالها إن المخيمات الفلسطينية في سوريا شهدت تطورات إيجابية، مشيرا إلى عودة أعداد كبيرة ممن اضطروا للنزوح من التجمعات الفلسطينية القريبة من المخيمات في سوريا. مجدلاني موفد الرئيس محمود عباس إلى سوريا أوضح أن اتصالات أجريت مع بعض المجموعات المسلحة لتسهيل دخول المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية السورية لصالح العائلات الفلسطينية التي بقيت في المخيم ولم نستطع الوصول إليها، ويبلغ عددهم 5000 لاجئ. رئيس الدولة محمود عباس طلب من المندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة العمل وبسرعة مع الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وتجري الرئاسة اتصالاتها مع الأمم المتحدة والجهات الأوروبية والأطراف المعنية من أجل مساعدتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية لوقف معاناة التشرد والموت والتشتت في دول العالم نتيجة للأوضاع الصعبة الجارية في المنطقة. وزارة الخارجية أكدت أنها تتابع باهتمام بالغ قضية اللاجئين الفلسطينيين عامة والتطورات الحاصلة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول المجاورة خاصة في سوريا. وأشارت الوزارة أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا اضطروا إلى المغادرة نحو المجهول بسبب الظروف الصعبة المحيطة بهم، رغم افتقارهم للأوراق الثبوتية وصعوبة الحركة والحصول على التأشيرات ومعاناتهم الكبيرة بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة. وأكدت الوزارة على جاهزية دولة فلسطين للتعامل مع مشكلة اللاجئين، خاصة فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، حيث تؤكد بناء على تعليمات الرئيس أنها على استعداد ورغم إمكانياتها المحدودة والمتواضعة لفتح بيوت كل الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة لاستيعاب كل هؤلاء بدل حالة اللجوء الجديدة أو المخاطرة نحو المجهول. من جانبه قال رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في سوريا أنور عبد الهادي أن طلب رئيس الدولة محمود عباس للضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستيعاب اللاجئين في الأراضي الفلسطينية تؤكد حرص القيادة على استمرار حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم. وأوضح عبد الهادي أن دعوة الرئيس توجه رسالة واضحة إلى الأمم المتحدة وإسرائيل، مفادها أنهما مسؤولتان عن مأساة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه منذ 67 عاما. إذا مشاهدينا الكرام، معك دكتور أحمد. سؤالي أولا، يعني قبل أنت قلت أن هناك تحسنا على أوضاع أو تطورات إيجابية في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، رغم أنه يعني ما نسمعه يفيد بأنه وضع اللاجئين صعب. صحيح، المسألة هي نسبية وليست مطلقة دائما، وبالتالي عندما نتحدث أنه في هناك تحسن نسبي أو أجواء إيجابية، هو المقصود فيها أنه في يعني بعض التطور الإيجابي الذي حصل، وهو المهم جدا في عودة أعداد كبيرة من الذين اضطروا للنزوح واللجوء من تجمع الإحسانية القريب من مخيم سبيني إلى العودة إلى هذه المنطقة. ونحن الآن عم نتحدث عن حوالي 3000 عائلة، يعني بالمعدل البسطي حوالي 12000 شخص، وهذا أمر ليس بالقليل، وهذا يفتح المجال أيضا لاستمرار عودة هؤلاء النازحين ليس فقط إلى منطقة الحسينية، وإنما إلى مخيم سبيني وإلى يعني الـ أيضا الديابية القريبة من بعض. كل هذا التجمعات السكانية الثلاثة المتواصلة مع بعضها البعض يقدر عدد سكانها ب 80 ألف اضطروا للنزوح والهجرة.
يعني قبل منذ قبل يعني 3 أعوام نتيجة الأزمة والمعارك التي اندلعت هناك. الجيش السوري منذ عام تقريبا طهر هذه المنطقة من المجموعات المسلحة، لكن لم يسمح بعودة المواطنين المدنيين إليها، اللاجئين المدنيين إليها، أيضا لظروف واعتبارات تتعلق بالوضع الأمني والعسكري، لأنه غالب لأنه يعني مخيم سبيني متاخم عمليا جغرافيا لمنطقة الحجر الأسود التي هي معقل لتنظيم داعش الإرهابي، ويخشى كان من تداخلات يعني ما بين السكان من هنا وهناك. لكن الآن العودة اللي بدأت أنا أعتقد أنه هاي مهمة، هذه جهود نتيجة جهود استمرت لأكثر من عام تقريبا يعني من أجل عودة هؤلاء الناس. هذه في زيارتنا هذه الأخيرة التي يعني ازداد في عدد العائدين إلى يعني إلى مناطقهم، أيضا بحثنا إمكانية تطوير الـ هذا البرنامج لعودة كل الناس لهذه المنطقة اللي بخفف من معاناتهم، وأيضا بخفف من الضغط اللي علينا وعلى الحكومة يعني السورية، وبنفس الوقت بيوفر مناخ أفضل لوقف التسرب الهائل اللي عم يحدث بالطاقات البشرية الفلسطينية بالهجرة إلى إلى الخارج، وركوب قوارب الموت اللي عم تكون نتيجتها هذه الأحداث المؤسفة والمأساوية، واللي عم يدفع ثمنها يعني هؤلاء المهاجرين اللي يعني بدهم يطلعوا بأي طريقة وبأي ثمن. هذا الموضوع بحثنا مع الأشقاء في الحكومة السورية، وأيضا بحثنا إمكانية يعني وقف هذا التسرب سواء كان بتوفير الأمن والأمان للمواطنين الفلسطينيين، معالجة القضايا الحياتية واليومية لهم من خلال يعني توفير صحيح المساعدة. لكن احنا يعني كنا تحدثنا سابقا في هذا الملف بأنه كيف يفصل اللاجئ الفلسطيني في مكان كله أزمة، يعني هو لا يستطيع أن يتم تجزئة حاله عن باقي حال السوريين فيما يجري، خصوصا أنه لا سيادة لأحد. يعني أتحدث هنا أنه الحرب الميدانية منخرط فيها كل الأطراف، وبالتالي لا سيادة لطرف على طرف فيها. إحنا عم نتحدث عن المناطق اللي بتسيطر عليها الحكومة السورية. طب مخيم اليرموك، مخيم اليرموك والمناطق المحيطة فيه وخارج نطاق السيادة السورية والسيطرة السورية يعني الحكومية طبعا بشكل أساسي، وبالفترة الأخيرة نتيجة رفض المسلحين داعش وحلفائهم من النصرة وأحرار الشام، تنظيم أحرار الشام، كانوا يرفضوا إدخال المواد الغذائية والطبية للمخيم. وبتعرفي الأزمة اللي تفاقمت منذ يعني سيطرة داعش على المخيم مطلع إبريل الماضي إلى الآن. بالفترة الأخيرة تفشى مرض التيفويد بشكل واسع في المخيم. معروف المرض هذا يعني هو خطير، انتشاره سريع، لكن من الممكن يعني حصاره ومعالجته إذا توفرت الأدوية اللازمة. أيضا كانوا يمنعوا إدخال المواد الغذائية. إحنا خلال الفترة الماضية منذ حوالي 3 أسابيع أو أكثر كان في هناك يعني مجموعة عمل من تابعة للجنة المتابعة يعني من فصائل الفلسطينية، فصائل المنظمة، عملت أكثر من اتصال مع المسلحين داخل المخيم، وتكللت يعني نتيجة هذه الاتصالات بإدخال مواد غذائية وطبية يوم الخميس الماضي إلى المخيم، وهي كميات يعني معقولة إلى حد ما، وأيضا أدخلت كميات إلى المناطق المجاورة للمخيم اللي هاجر إلى أو نزح منها من أهل المخيم، يعني منطقة يلدا، ببيلة، بيت سحم، يعني هذا التجمع اللي فيه بحدود يعني أكثر من 12 ألف يعني مواطن فلسطيني نزحوا من المخيم بالفترة الأخيرة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. يعني يجري العمل بشكل متواصل مع الأونروا، مع وزارة الشؤون الاجتماعية السورية، مع أي جهات دولية أخرى لتوفير ما أمكن من الدعم والإسناد لأبناء شعبنا. الموضوع اللي تفضلتي وأشرتي له يعني هو يعني مهم أنا أعتقد، لأنه بيتحدث عن أوضاع الفلسطينيين عامة، وإحنا من الأساس كنا نقول وما زلنا واضح لدينا كان الأمر أنه لا يمكن فصل الأزمة السورية عن الموضوع عن فلسطين، رغم كل الجهد اللي بذلناه
انه اخلاء المخيمات من السلاح والمسلحين، تحييدها الى اخره، لكن شئنا ما بينا مش احنا اصحاب القرار ولا الدولة السورية صاحبة القرار في ذلك رغم قناعتها، لكن في اطراف دولية واقليمية واطراف محلية تعتقد انه زج الفلسطينيين في هذه المعركة له نتائج يعني ربما تكون ايجابية من زاويتهم على الازمة الداخلية في سوريا. بكل الاحوال انا بعتقد انه الجهد اللي عم نعمله بالأساس هو لتوفير الأمن والاستقرار ولحماية أبناء شعبنا، سواء الحماية بمفهومها الواسع يعني الأمن والاستقرار أو بالأمن الغذائي يعني توفير المتطلبات الحياتية والإنسانية. طيب لا دكتور، يعني اريد ان اسال اكثر عن مخيم اليرموك، انه عدد سكانه داخل حدود المخيم كام الآن؟ يعني لا يتجاوز ال5000. لا يتجاوز ال5000، وجزء مهم منهم هم من الاخوه السوريين. جزء مهم منهم من الاخوه السوريين، نعم، وليسوا كلهم فلسطينيين، لكن احنا بنتعامل مع المخيم كمخيم. طيب دكتور، دعوة السيد الرئيس أو طلبه باستقدام أو ضغط على الأمم المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل لاستخدام اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية معناه، وأن نسمع من وزارة الخارجية الجهوزية، طب اللاجئين مش مرجعيتهم منظمة التحرير؟ أولا الموضوع لوجستي، يعني إمكانية إدخالهم وإلى آخره. لا، الموضوع مش لوجستي، الموضوع سياسي بالدرجة الأولى. يعني إحنا لا قصدي يعني دور يا ريت إحنا نصل لمرحلة الخارجية إنه نحضر لوجستيا نستقبل يعني على وين نكون هيك إحنا. هذه هي المرة الثانية اللي السيد الرئيس بيطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل للسماح للاجئين الفلسطينيين بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية، لكن دون المساس بحق العودة. لأنه سابقاً هذا طرح في بداية الأزمة سنة 2013، هذا الموضوع كان مطروح، وكان جواب نتنياهو في حينها أنه بيتنازلوا عن حق العودة في ذلك الوقت، وعندها رفض هذا المبدأ. الآن يكرر هذا الأمر، لكن مع التذكير مسبقاً أنه لا يمس بحق العودة لهؤلاء الفلسطينيين الذين سوف يعودوا إلى الأراضي الفلسطينية. هذا أمر. والأمر الثاني أنه إحنا بالنسبة لنا بلدهم أولى فيهم من أي مكان آخر، يعني المخاطر اللي بيتعرض لها الفلسطيني والسوري بركوب المجهول والبحر والموت غرقاً للوصول إلى أوروبا، ربما أفضل أنه يجي على فلسطين ويسهم في عملية إعادة البناء والإعمار في فلسطين، أفضل من أنه يعني يروح لهناك لمن يرغب طبعا. لكن بشكل أساسي هذا الموضوع مطروح. هذا الأمر كما قلت لك هو سياسي بالدرجة الأساسية. الواضح تماما أنه هذا الموضوع أثار ردود فعل كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي والحياة السياسية الإسرائيلية. كانت المعارضة بأطرافها امبارح أمس يعني تؤيد هذا المسعى وتطالب إسرائيل بإفساح المجال للفلسطينيين وباستقبال أيضا لاجئين سوريين، كما ادعوا أنهم استقبلوا 50,000 من دارفور واستقبلوا زمان أيام بيغن لاجئين من فيتنام. لكن الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف يعني يحذروا من ذلك ويرفضوا هذا المبدأ. واضح تماما حسب ما عرفنا اليوم أنه يعني نتنياهو من حيث المبدأ هو يرفض. صحيح، الخلاف بين نتنياهو وحكومته حول استيعاب المهاجرين من حيث المبدأ هو هذا الأمر غير مقبول يعني لديه. طيب لكن الدعوة بحد ذاتها وما ما يقال من أنه ما يجري في المنطقة هو أيضا يخدم أن تلغى قضية اللاجئين وأن يتم تشتيتهم في بقاع الأرض وتفرغ المخيمات، ومسألة حتى الوضع الأونروا وخدماتها وعجزها المالي مرتبط بهذه المسألة، وأنه محاولة لضرب كل الملف والقضية الفلسطينية. الأونروا خلال الشهرين الماضيين أو أكثر قليلا عملوا ترتيب في سوريا بالنسبة للمساعدات العينية والمادية اللي بيقدموها للمواطنين الفلسطينيين، واشترطوا حضور الشخصي يعني عند استلام المساعدة، الحضور الشخصي للعائلة والأفراد. تبين لديهم أنه في أكثر من 200,000 خارج الأراضي السورية،
حسب الإحصاءات اللي هم عملوها. 200,000 لاجئ فلسطيني. فلسطيني خارج الأراضي السورية. أنا ما عم بحكي عن اللي بلبنان. في صحيح. يلي بلبنان لأنه صاروا مسجلين لدى الأونروا في لبنان. 200,000 غير اللي موجودين في لبنان. غير اللي موجودين في لبنان. وتعلم بهم الأونروا. وتعلم اللي موجودين في الأونروا، اللي موجودين في لبنان تعلم فيهم الأونروا لأنه كلهم تسجلوا بيتلقوا مساعدات من الأونروا. سواء كانت مساعدات نقدية أو مساعدات عينية مختلفة. أنا عم بحكي 200,000 غير يلي موجودين في لبنان. هذا ممكن يكونوا طلعوا بقوارب الموت أو بأي طريقة، بأشكال مختلفة، بأشكال مختلفة غادروا الأراضي السورية. إحنا عم نتحدث بهذه الطريقة تقريبا عن حوالي يعني 50% من عدد الفلسطينيين اللي مقيمين رسميا في الأراضي السورية رسميا، لأنه إحنا يعني نصفهم. إحنا عم نحكي عن الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا. الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا 540,000. هذول المسجلين رسميا ويعتبروا لاجئين فلسطينيين طبر أنصمة الأونروا والأمم المتحدة. في عنا بحدود 140,000 تقريبا هم غير مسجلين لدى الأونروا ولا يعتبروا لاجئين عمليا، هم فلسطينيين اللي دخلوا إلى سوريا بعد أحداث عام 1970، بعد 69 67 68 دخلوا من غزة، جاءوا من غزة، أو الذين جاءوا إلى سوريا بعد حرب الخليج الأولى والثانية من الكويت والعراق. هذا العدد يعني انت بتطلع عليه قديش، يعني احنا حسب المعلومات اللي لدينا بحدود اكثر من 140,000 يعني مواطن او مواطن فلسطيني فوق ال 140,000 اللي كنا عن 540,000 اللي كنا عم نحكي عنهم لدى الأونروا المسجلين. من المسجلين يعني 243,000 تقريبا هم اللي خارج الاراضي السورية. دكتور أنس، أتحدث معك أيضا في مدار بينك وبين الحكومة السورية تجاه دعوة الأطراف لحضور المجلس الوطني. المجلس الوطني سيكون لنا، لكن قبل أن ننتقل من هذا الملف على المستوى السياسي، بان كي مون دعا جمهورية مصر العربية والأردن والمملكة العربية السعودية لحضور الاجتماع اللجنة الرباعية نهاية شهر سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة. هل دخول أطراف عربية ضمن اجتماع اللجنة الرباعية سيساعد القضية الفلسطينية في وقت نسمع عن أن السيد الرئيس في خطابه في الأمم المتحدة سوف يقلب الطاولة بمعنى انسداد في الأفق وسيضع الأمور في عهدة المجتمع الدولي؟ المطلب توسيع اللجنة الرباعية كان مطلب فلسطيني قديم، وتوسيعها وضم أطراف دولية وعربية أخرى يعني كانت روسيا أيضا تحدثت عن ذلك. نعم، كنا يعني نحن نطالب بدخول الصين كطرف أساسي في العملية يعني، وطبعا الاتحاد الأوروبي موجود وروسيا معروف موجود، بس كنا نطالب بدخول الصين والأطراف العربية الثلاثة التي يعني أشرت إليها. هي محاولة استرضاء الحقيقة، لأنه كل اللجنة الرباعية حتى لو توسعت أو تقلصت القرار الأمريكي شل كل فعالية اللجنة الرباعية منذ تشكلت من عام 2003 إلى الآن. والإدارة الأمريكية ليست لديها لا النية ولا الاستعداد ولا الجاهزية ولا القدرة على التحرك بشأن الملف الفلسطيني للضغط على إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بالاتفاقيات الموقعة معها أو في البدء بمفاوضات جدية لإنهاء الاحتلال بسقف زمني محدود. هذا الأمر يعني يكون واضح لعنا. لو إجا كل مجلس الأمن، مش بس يعني الأطراف العربية، لو إجا كل مجلس الأمن معهم صيغة، ما دام الولايات المتحدة غير جاهزة، هذا الأمر أنا برأيي بضل في إطار النقاش، والنقاش الذي يخدر الأجواء والذي لا يؤدي إلى نتيجة ملموسة. وبالتأكيد البان كي مون والأطراف الدولية الأخرى تدرك تماما أن السيد الرئيس سوف يعبر في 30 سبتمبر القادم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن كل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لم تؤدي إلى نتيجة، وأن المسار السياسي قد أجهض بفعل التعنت والرفض الإسرائيلي لكل فرص السلام التي أعطيت من جانب الفلسطينيين. طيب دكتور، اليوم كان أمام كل هذه التحديات وهذا الانغلاق تم الحديث عن تمتين جبهة المنظمة، منظمة التحرير الفلسطينية. اليوم كان عندكم اجتماع
الساعة الواحدة ظهرا لجنة تحضيرية لانعقاد المجلس الوطني اللي هي اللجنة التنفيذية والأمناء العامين. ماذا دار في الاجتماع؟ الاجتماع هو حسب النظام، يعني هو الحقيقة اليوم الاجتماع ما كانش مكتمل من ناحية اللجنة التحضيرية. عادة للمجلس الوطني الاعتيادي بتم بحضور رئيس المجلس، أعضاء اللجنة التنفيذية، الأمناء العامين للفصائل. اليوم كان حضور يعني من كل خلينا أسميها أعضاء اللجنة التنفيذية من كل الفصائل. اليوم كان الهدف الرئيسي هو يعني مناقشة الإطار اللي يعني لوضع التقارير التي ستقدم إلى المجلس الوطني الفلسطيني. وفي الاجتماع يعني جرى نقاش مطول في العناصر الرئيسية التي سوف يعني تقدم في التقارير. هناك تقرير سوف يقدم تقرير عن الوضع السياسي الراهن، و يعني وما هي المقترحات التي للخطوات السياسية القادمة التي سوف تأخذها القيادة الفلسطينية، بإضافة لعرض يعني تشخيص وعرض الأوضاع وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة. أيضا هناك تقرير عن سير أعمال ونشاطات وفعاليات التي قامت بها الدوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وهناك تقرير مستقل سيقدم من قبل الصندوق القومي الفلسطيني عن يعني الوضع المالي يعني لمنظمة التحرير الفلسطينية. اليوم تشكلت لجنة صياغة لصياغة يعني هذا التقرير، والمفترض خلال لأي تقرير؟ لهذا للتقرير المالي، لا عفوا التقرير السياسي وال يعني المالي المفروض الصندوق القومي وهو يقدمه. جاهز يعني جاهز اليوم، قدم التقرير وهو قدم يعني جاهز عمليا يعني لا عمليا يعني، وهناك عدد من الدوائر كانت يعني قد انجزت تقاريرها بانتظار بقيه الدوائر يعني خلال اليومين القادمين تنجز تقريرها. واللجنه التي كلفت بالصياغه اليوم يعني ستعكف على صياغة هذا الأمر بتقرير طيب. موحد سيقدم إلى المجلس الوطني الفلسطيني. سمعنا بأن هناك من طلب تأجيل الاجتماع وألا يكون في 14 أو 15، على الأقل هذا ما سمعناه من طرف الجبهة الشعبية اللي أيضا تداولت الأنباء بأنها أبلغت رسميا بأنها ستقاطع، هل هذا صحيح؟ صحيح، الرفاق في الجبهة الشعبية أبلغوا أنهم يعني بكل أسف شديد يعني وهم يعتبروا حالهم جزء أو فصيل أساسي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أنهم لن يشاركوا في هذه الدورة، لن يشاركوا في هذه الدورة، وأنهم يعني لاعتبارات عديدة يعني يطالبوا في التأجيل من حتى لا تكون هذه الدورة يعني تعمق الانقسام، ويعني لإعطاء الفرصة لمزيد من الحوار والتشاور. هل مزيد من الحوار والتشاور على مستوى نفس الجبهة يعني بين كوادرها وأعضاء، لأنه كان في تناقض في التصريحات الفترة تشاور الأخيرة ولا مع حماس؟ لا لا، ليس التشاور مع الجبهة، التشاور أصلا فلسطينيا. وأيضا يقولوا أن هناك يعني عدد من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات يعني المستقلة أيضا يعني لديها مذكرات تطالب بهذا الأمر. هذا ما طرحه الرفاق في الجبهة الشعبية. يعني طب المصلحة الوطنية أين بين هذا الطلب وبين إلحاحية أن يعني وإلحاحية ما يجري يعني سواء على مستوى اللاجئين اللي هم مسؤولية ومرجعية منظمة التحرير، من باب آخر الوضع السياسي، ومن باب أكثر إلحاحية ما تعرضه مثلا حركة حماس. دعني وإياك دكتور نسمع في تقرير أيضا للزميل إبراهيم أبو كبر حول مسألة اجتماع المجلس الوطني، تصريحات متعددة حول ما جرى مؤخرا سواء من حركة حماس أو غيرها لعقد الجلسة. تابع. هاجم القيادي بحماس محمود الزهار انعقاد المجلس الوطني القادم، وقال إن أي مجلس لا تتواجد فيه قوى المقاومة سيكون باطلا ولا يمثل الشعب ولن يسمح بتمرير مخططاته. واستخف الزهار بفصائل منظمة التحرير وقال بأنها تنظيمات لم يتبقى منها إلا الاسم، وقرر على عدم اعترافهم بشرعية الرئيس محمود عباس وأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني على حد وصفه.
هذا وقد التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صابر عريقات مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الخميس الماضي في الدوحة. وكان مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه قال إن عريقات وصل يوم الأربعاء الماضي إلى العاصمة القطرية وعلى أجندته لقاء قادة حركة حماس لبحث معهم ملفات هامة داخلية وخارجية. وكشف المسؤول ذاته أن عريقات سيحاول إقناع مشعل بمغادرة أعضاء المجلس الوطني من قطاع غزة الذي يزيد عددهم عن 100 عضوا للمشاركة في الجلسة المقبلة وعدم تعطيل مغادرتهم. في سياق آخر، القيادي في هيئة العمل الوطني محمود الزق قال إن تفكير حماس بمنع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقيمين في غزة من السفر إلى الضفة والمشاركة في المجلس الوطني أمر مرفوض وطنيا وسياسيا، داعيا حماس إلى عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة الضارة. وقال الزق ربما حماس لها موقف من عقد جلسة المجلس الوطني لكن لا يجوز لها منع الآخرين، منوها إلى أن هذا تجاوز وإن تم فإنه عمل من أعمال البلطجة. ورهن القيادي في حركة حماس يحيى موسى سماح حركته لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقيمين في غزة من السفر إلى الضفة والمشاركة في المجلس الوطني برضا حركة حماس عن الاجتماع، حيث قال إن الذي يحدد هذا الأمر هو قصة هذا الاجتماع وهل هو اجتماع يسير وفقا للإرادة الفلسطينية أو خروج عنها. الإرادة الفلسطينية أين أمام كل ذلك؟ الإرادة الفلسطينية ممثلة في القيادة الفلسطينية، صاحبة المشروع الوطني وصاحبة الشرعية وصاحبة القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والتي لا ترهن إرادتها لأي طرف إقليمي أو عربي أو دولي. هذه هي الإرادة الفلسطينية الموجودة عنا والتي لا تتوفر عند أي حدا بحماس. هاي بدها تفصيل شوي دكتور، بما إنه صار إحنا قرارنا الوطني بناخده انطلاقا من مصالح شعبنا ومصالح القضية الفلسطينية، ما بناخده انطلاقا لا من حسابات إقليمية ولا من حسابات هذا الطرف أو ذاك. وبالتالي الإرادة الوطنية الفلسطينية هي إرادة إحنا بنمثلها وإحنا حريصين عليها وحريصين على مصالح شعبنا. هذا الموضوع غير قابل للنقاش، ويعني إحنا اللي سمعته الآن من تقرير بتقريركم عن ادعاءات حركة حماس هو لا يستحق الرد على الإطلاق من جانب. ولا يستحق الرد لا يستحق ماشي، لكنه ما لا يجري تشكيل رايحة حوله. معلش خليني أكفي، طولي بالك علي. طولي بالك. أنا طول عمري صريح ما وبجاملش حدا بالشأن الوطني العام في مجاملات، هذا أولا. اثنين، حركة حماس فعلا اليوم أخذت قرار بمنع أعضاء المجلس الوطني من التوجه إلى الضفة الغربية. اليوم أخذوا هذا القرار ووضعوا قوائم على حاجز 4-4، والقرار متخذ بمنع الجميع من التوجه إلى الضفة الغربية رغم الوساطة، رغم انه قطر قالت انه احنا سنقنعهم. هذا اللي دار بين صائب وبين دكتور صائب و... نعم سنقنعهم بكلا الاحوال. هذا المجلس بيمثل إرادة الشعب الفلسطيني وليس الذين خارجين عن الشعب الفلسطيني وعن إرادته، وفي طرفين لهم مصلحة في تعطيل المجلس، إسرائيل وحماس. حماس لأنها تجري مفاوضات الآن مع إسرائيل من أجل خلق شرعية موازية وبديلة لشرعية منظمة التحرير الفلسطينية باتفاق هزيل سقفه أقل بكثير بعشرات الآلاف من المرات من اتفاق أوسلو، الذين يدعوا أنهم يرفضونه. موسى بيقول لن نكون امتداد، الذين يدع هو يا ريت يطلع له يكون امتداد لأوسلو، يا ريت يعني هو يعمل شيء يكون امتداد لأوسلو أو يبني على أوسلو حتى ينهي الاحتلال. ما يسعى إليه هو دولة مؤقتة الحدود في قطاع غزة أو كيان ما في قطاع غزة وتقاسم وظيفي في الضفة الغربية تطبيقا لمشروع غور آيلاند. هذا ما يسعى إليه يعني موسى أبو مرزوق وحركة حماس. بكل الأحوال احنا ما عم نتحدث عن أوهام ولا عم نتحدث عن تقارير صحفية، احنا نتحدث عن وقائع ملموسة كل الناس بتعرفها. وأكثر من ذلك يعني حماس هم وضعوا قيادة الجهاد الإسلامي بما توصلوا إليه لغاية الآن من تفاهمات على طريق الاتفاق مع إسرائيل بوساطة توني بلير. يعني
هذه معلومات هن بيحكوها، مش بس يعني احنا عندنا مصادرنا لهذه المعلومات، لكن هن من عندهم من مصادرهم شو بتقول لوين توصلوا يعني بالاتفاق. وايضا الاتفاق الذي عرضه خالد مشعل على الدكتور رمضان شلح انه يعني محضر له توني بلير دعوه لبريطانيا، بيستقبله رئيس الوزراء البريطاني، وايضا بدعي وزراء الخارجيه الدول الاوروبيه ويبارك الاتفاق. يعني في محاوله لخلق شرعيه جديده برعايه اوروبيه ودوليه لهذا الامر. على كل الاحوال احنا المبررات اللي اخذنا فيها قرارنا بعقد المجلس الوطني، جزء منها هو الحفاظ على الشرعيه الوطنيه من التآكل والتراجع ومحاولات وقطع الطريق على محاولات خلق شرعية موازية أو بديلة للشرعية الوطنية الفلسطينية. لكن الأهم منها أن الرئيس محمود عباس سوف يبلغ المجتمع الدولي في 30 سبتمبر الجاري بانتهاء المرحلة الانتقالية والتزامات القيادة الفلسطينية بالمرحلة الانتقالية، لأنه إسرائيل لم توفي بالتزاماتها، وهذا يعني أنه بده يعمل تداعيات مختلفة حتى على السلطة والكيانية، وبالتالي منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني ستتولى الأمور كدولة تحت الاحتلال. قرار 19/67 لعام 2012 29 نوفمبر 2011 بوضوح النص فيه والنصوص قبل ذلك، يعني بما في ذلك قرار الاعتراف عام 88 بدولة فلسطين، أن اللجنة التنفيذية حكومة دولة فلسطين والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين. يمكن تعاد كل الأمور إلى نصابها، وبالتالي كل المرحلة الانتقالية اللي بنيت بالسابق يعني يعاد النظر فيها في ضوء هذا الوضع. بالتالي هذا الإجراء اللي إحنا عم ناخده هو إجراء استباقي لأي تداعيات سياسية مقبلة من الهون لغاية آخر الشهر. والسؤال ليس غريب من أنه الأطراف نفسها اللي بتعيب عقوسله واللي بتعيب بين مزدوجين ما اصطلح على استخدامه مصطلح التنسيق الأمني، ودعوة متكررة من قبل هؤلاء بأن يجري تطبيق قرارات المجلس المركزي الأخيرة. أنا أتحدث عن الجبهة الشعبية وأتحدث عن حركة حماس وأتحدث عن الجهاد. هؤلاء من كان بالصدارة في الهجوم على أوسلو واتفاقية باريس وإلى آخره، إذا كان نتاج جلسة اجتماع الوطني ستكون بما مفادها هذه النتيجة، لماذا يعارضونها؟ لنفس الأسباب اللي حكيت لك قبل. بكل الأحوال إذا بتكون ممكن تكون الدوافع مختلفة عند كل طرف، لكن حماس بدون شك هي تجري محاولات تعطيل. منع أعضاء المجلس من التواجد برام الله هو جزء من التعطيل. الرسالة التي حملها خالد مشعل لصائب الدكتور صائب عرقات للرئيس والقيادة الفلسطينية للدعوة للتريس، وأنهم يعني لا يمتلكوا مشروع بديل، وأنهم حريصين على الوحدة الوطنية، وأن الاتصالات هي لم تؤدي إلى شيء، وأنه هي مشان الهدنة. أنا أعتقد كل هذا شكل من أشكال التكتيك والمماطلة والتسويف حتى ينتظروا كما جرى في حكومة الوفاق الوطني بانتظار ما تسفر عليه نتائج المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. ومن أجل إضعاف الشرعية الوطنية الفلسطينية، تأجيل المجلس الآن سيلحق ضررا أكبر من انعقاد المجلس وبالتالي الحديث عن تأجيل الآن إذا لم يكن مرتبطا بجدول زمني ينهي الانقسام وتوافق حماس فيه على حكومة وحدة وطنية وتتخلى عن حكومة الأمر الواقع التي بس يا دكتور أنا عم بحكي معلش إحنا مشان ما نقول حتى ما حدا يفكر إنه إحنا عدميين يعني ونقول إحنا مش عدميين. يلي بده مصالحة وطنية وبده وحدة وطنية بيعمل هدلون الشغلات، وبيجي بنقول إحنا جاهزين خلال 6 أشهر نعمل حكومة وحدة وطنية بتهيئ الأمر للانتخابات ونجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية ونروح لمجلس وطني. هذا اللي حريص على الوحدة. أما اللي بقول لك ما تعمل شيء وأنا حريص بدي وحدة وهو عم يعمل مفاوضات
من خلف ظهر الشرعية الوطنية الفلسطينية مع الاحتلال ليقيم كيان سياسي ما له هوية بقطاع غزة، أنا بعتقد أنه هذا الموضوع اللي بده نقاش. مش الموضوع أنه القيادة الفلسطينية قررت تعمل مجلس وطني لحماية الشرعية، هذا أمر بحاجة للتدقيق فيه، للتدقيق جيدا وماليا. طيب موضوع جلسة الدكتور صائب مع مشعل في قطر، وأيضا الحديث مع القطريين حول هذه المسألة، ماذا تم الحديث فيها؟ القطريين يتبرؤوا من نشاطات توني بلير، يقولوا انه احنا بلد مستضيف، بس يعني مستضيف لمين؟ لخالد مشعل، لخالد مشعل، للمكتب السياسي ولقيادة حركة حماس، وانه توني بلير بيجي يلتقي معهم، احنا لم نتدخل ولم نكن طرفا في رئيس لجنة الإعمار عندما يكون في إسرائيل يلتقي الشخصيات الإسرائيلية، معلش هذاك شيء تاني، هذاك الإعمار هذاك مشان يعمل البنية التحتية للكيان تبعه. طيب هذا شيء، لأنه هذا شيء هذاك اللوجستي، هذاك اللوجستي. طيب حماس الحكومة القطرية بتقول احنا ما لنا علاقة، وبيجي بلير بيلتقي مع حماس، حماس تقول أن توني بلير بناء على طلبه أنه هو جا عرض ينقل أفكار وينقل يعني مبادرات توني بلير شو بيقول؟ توني بلير بيقول لا، أنا أجيت بناء على طلب حماس. على كل أحوال يعني هاي الصورة، على كل حال، على كل حال أنا عم بحكي عن ناس بعدهم طيبين يعني لغاية الآن، ما عم بحكيش عن ناس ميتين ولا غايبين عن الوعي، بحكي عن ناس طيبين بعدهم وسامعيني وعارفين شو عم بحكي، وأنا بعرف عن إيش عم بحكي. هذا التضليل للشعب الفلسطيني، بقول شعبنا أزكى من هيك، مسيس واعي، خلينا نحترم عقله، لأنه هذه الطريقة هي طريقة عدم احترام الناس وعدم احترام عقلهم. أيوة بس الموقف القطري كمان دكتور أيضا هذا يستغفل، هذا هذا جزء من الاحترام العقل اللي عم بحكي لك. نحست على المستوى. طيب ماشي، لكن السيناريوهات التي أمام اللجنة التحضيرية لاجتماع المجلس الوطني، ما هي السيناريوهات الموضوعة على طاولتكم في حال لم يحدث النصاب؟ أعرف أنه الحكومة السورية أبلغتكم أو دعت الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا التوجه للاجتماع المجلس الوطني، هذا يعني الجبهة الشعبية القيادة العامة أحمد جبري. شوفي الآلة، إحنا مش بس سوريا، كل الأطراف العربية تؤيد المسعى الفلسطيني بعقد مجلس وطني فلسطيني، مصر، الأردن، السعودية، كل الأشقاء العرب. لا مش كل الأشقاء العرب يا دكتور، يعني في استثناء يعني ستي، وقطر هن مع الجلسة بالمناسبة. يعني ما قالوش ضد يعني بالمناسبة. الأشقاء في سوريا بحثنا معهم الموضوع، بالعكس هم رحبوا، دعموا، اعتبروا هاي خطوة إيجابية لتمتين الوضع المنظمة، لتعزيز وضعها، لتجديد الشرعيات فيها، لمواجهة التحديات اللي بتواجهها القضية الفلسطينية. وقالوا رأيهم هم أنه الذي لا يرغب بالمشاركة عليها أن لا يعارض، الذي لا يرغب بالمشاركة هن لا يفرضوا على يعني حلفائهم المشاركة، لكن بنفس الوقت انه كمان انه المعارضه هذا الشان الداخلي الفلسطيني كمان بيشوفوه انه ضار بهذه المرحله. وبالتالي احنا عم نتحرك ببيئه الى حد ما، خليني اقول بيئه عربيه مؤيده لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، وستتعامل مع نتائجه ومع شرعيه ما يسفر عنه هذا المجلس الوطني الفلسطيني. هذا اولا. الامر الاخر الذي يعني أريد أقوله أنه اللجنة التحضيرية هي اسمها لجنة تحضيرية، مهمتها التحضير للمجلس من ناحية الجوانب المتعلقة بالبيان، بالبرنامج السياسي، بالتقارير. ودائما إحنا في فصائل منظمة التحرير رغم التباينات اللي بيننا دائما كنا نجد قواسم مشتركة، هذه القواسم المشتركة دائما نخرج منها بعد كل مجلس وطني فلسطيني ببرنامج حد أدنى، سواء كان هذا على المستوى السياسي أم على المستوى التنظيمي. هذه مهمة ودور اللجنة التحضيرية، لكن اللجنة التحضيرية ليست من مهمتها ولا تأمين عام لفصل، خليني أسألك، ليست من مهمة
اللجنة التحضيرية لا مناقشة ولا إقرار تأجيل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني. طب ما هي يعني اللجنة التحضيرية أعضاء اللجنة التنفيذية حتى ولو كان أو مناء عام الفصائل مناء العام للفصائل حتى ولو كان حتى ولو كان هذا يعني بهذه الجلسة ما بينحكاش هذا اسمها هاي اسمها هذه اسم هاي اسمها لجنة تحضيرية هدفها ومهمتها التحضير لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وليس لفركشة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني. طيب كأمين عام لفصيل في منظمة التحرير الفلسطينية دعني أسألك دكتور أحمد مجدلاني، السيناريوهات أمام اجتماع الرابع عشر والخامس عشر من سبتمبر الجاري ما هي؟ ماذا لو لم يحدث النصار؟ توزيع أعضاء عدد أعضاء المجلس في الشتات في الضفة في غزة، إذا حركة حماس نفذت فعلا ومنعت، هي منعت أعضاء لجنة إعداد الدستور من أن يتوجهوا إلى رام الله، لكن ماذا لو أيضا استكملت ذلك بمنع أعضاء المجلس الوطني من الخروج من غزة إلى الضفة؟ من جانب أيضا ماذا لو إسرائيل لم تمنح التصاريح لأعضاء المجلس من الخارج أن يكونوا في الضفة الغربية؟ إحنا الدعوة للمجلس دعوة دورة اعتيادية هكذا حسب النظام، نظام المجلس الوطني الفلسطيني وجهت الدعوات لدورة اعتيادية في حين لم يحدث النصاب لأسباب قاهرة طبقا للمادة 14 الفقرة جيم، يتحول المجلس إلى جلسة استثنائية تحت ظروف الجلسة القاهرة ويعقد اجتماعا باللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وله الصلاحيات الكاملة للمجلس الوطني الفلسطيني بمن حضر يعني. بمن حضر، أنا عم بحكي عن نص محدد وواضح في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطيني، وبالتالي هل شواغر لا 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 نحن ما عم نحكيش الدعوة العادية الآن الدعوة العادية بيكون فيها الدعوة العادية للمجلس الوطني الفلسطيني نحت جانب الاستقالة نحت جانب هلا ما في حديث عن الاستقالة ما فيش لو احنا الدعوة الان هي دعوة بناء على دعوة استثنائية طبقا للمادة 14 الفقرة الف او باء نعم بيكون الهدف الدعوة او هذا هو ملء الشواغر اما احنا الان الدعوة عادية ودام الدعوة عادية تم بناء على دورة اعتيادية وليس دورة استثنائية يعني موضوع الاستقالات من استقال العشرة أو التسعة هذا أصبح غير مأخوذ فيه قانونيا يعني يعني المفترض هيك المفترض هيك لا هو حكما هيك لأنه إحنا عم نحكي عن دورة عادية لو وجهت هذه الدعوة أنا عم بحكي بنص القانون يعني بنص النظام الأساسي لو جرى عقد هذه الدورة أو الدعوة لعقد هذه الدورة بناء على المادة 14 الفقرة ألف أو باء منها أو حتى جيم بيكون الهدف منها ملء الشواغر كما حدث عام 2009 كما حدث عام 2009 لكن ما دام الدعوة الآن عادية والدورة دورة اعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني بالتالي اللجنة التنفيذية تعتبر كلها مستقيلة أمام المجلس الوطني الفلسطيني وبالتالي يجري إعادة انتخاب قبل الجلسة العادية نعم. طيب دكتور ما عرفتش أنا يعني شو السيناريو هلا قلنا إذا صارت استثنائية هذا السيناريو ما فيش غيرنا أن ما عندنا غير هالخيارين يا أما بصير عنا نصاب يا ما بصير نصاب يا أما ما بصير نصاب نصير طبقا للمادة 14 الفقرة زين واحدة من التنتين يعني مع الناس سيناريو ثالث يعني مع الناس سيناريو ثالث نعمله خارج ممكن يعني هنا مع الناس سيناريو ثالث نعمله خارج البلد يعني هناك كان في مطالبات يعني كان في مطالبات صحيح كان في مطالبات لكن احنا مش مع هذه المطالبات طب في حد ادنى للحضور ولا عدد الاعضاء المجلس الوطني الباقون على قيد الحياه 714 العدد الذي كان عام 1996 عندما عقد في غزه 776 عضوا المتوفون 62 عضوا اللي موجودين بالضفة 359
اللي موجودين بغزة حوالي 160 تقريبا. أيوة بس اللي موجودين في الضفة منهم أعضاء النواب المجلس التشريعي عن صحيح حركة حماس. صحيح صحيح. نواب حركة حماس بالضفة وغزة 71 عضو. لأنه بدك تاخذي بعين الاعتبار في عنا 6 أعضاء معتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي. طيب. 5 أعضاء مجلس تشريعي وعضو مجلس وطني اللي هو اللواء فؤاد الشوبكي. يعني 6 عنا أعضاء. يعني 6 أعضاء يعني منهم من حماس 3. عضو بالجبهة الشعبية، عضو من حركة فتح يعني الرفيق سعدات، الرفيق مروان برغوثي، وأيضا الرفيق فؤاد الشوبكي، والثلاثة من حماس. عمليا أعضاء حماس اللي موجودين برا بأعضاء بالمجلس التشريعي 71 عضو. 71 عضو اللي محسوبين من الداخل، يعني محسوبين من 359 ومن 160 في قطاع غزة. بتشيلي منهم 71 عضو بيبين قديش اللي موجودين داخل الوطن. دقة المرحلة دكتور أمام هذه اللوجستيات لعقد المجلس الوطني. شوفي في إمكانية يصير نصاب، يعني رغم منع حماس. رغم منع حماس في إمكانية يصير نصاب إذا تمكننا إحضار الأعضاء من خارج الوطن، اللي موجودين بعمان، اللي موجودين بالدول العربية المختلفة، اللي موجودين بالخارج. طيب السيد الرئيس وخطابه القادم بما سيحدث يوم 15 الشهر أو يوم 14-15 الشهر هو ما سيقدم على طاولة الأمم المتحدة في نهاية الشهر؟ هو بروفا. بروفا؟ نعم، لأنه المجلس الوطني والخطاب الذي سيلقيه الرئيس في المجلس هو سيحمل ذات المضامين التي سينقلها الرئيس عن الشعب الفلسطيني، عن أعلى هيئة تشريعية في ورقابية والمجلس الوطني. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، داركني وقت البرنامج، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم حال السياسة، حتى ألقاكم بالغد، دمتم بخير وإلى اللقاء.